رز مصري، زيت زيتون، زبدة، شبت، طماطم. رز مصري، طماطم، شبت، زيت زيتون، زبدة. خدت الرز بتاعت الجمبري يا عم الشيف، هتعمل بها ايه؟ احنا مع بعض اهوت، واحدة واحدة. حلوة زي ما انا شغال كده. اوعى تغلطي وتحط الجمبري، خلي بالك. الروس، الروس دي تتغسل يا عم الشيف؟ لا، الجمبري يتجاب يتغسل هو سليم، وبعد ما نقطع الروس بالشكل ده كده نخليها معانا. حلو الكلام؟ اه دي جمبريايه يا هنا. حلو قوي، تمام. تعالوا بقى نعمل الرز عشان نخلص منه، عشان وقتنا بيسرقنا. طاسه على النار، حلو، معلقه زيت صغيره، بصلية ناعمة حبيبي يا فشتي والله، فص توم ناعم، الله. وأنا بقلب كده أهو، بنزل بالطماطم، حلو، بنزل بالشبت، حلو، شوية البهارات الحلوين. مش ده للرز، عشان أخلص منه وأحطه على النار ويطلع الرز لما يستوي. ملح وفلفل، ونرفع ايدينا من الملح لان احنا حاطين ملح على الشوربه. خليكي كده مركزه في مطبخك، خلي بالك حاجات ما تتكررش مرتين وانت واقفه على النار. الملح، ممكن البهارات، الرز هنا جاهز بالكشنه بتاعته. ننزل بالرز المصري اللطيف، اللهم صل على النبي. جوزك بيحب الحار، قرنين فلفل حلوين كده في قلب الرز عشان يعرف انك انت بتحبيه. اهو الشوربه بتاعتنا، خلص الكلام، خلصنا من الرز. حاضر، انا هروح دلوقتي الفرن بس عشان اطلع الحاجه اللي في الفرن. كده الرز جاهز، 10 دقايق وبتاكل الرز ده، او بالكتير للامانه يعني 20 دقيقه، ونسيبه على النار يستوي. شفت شويه الرز الحلوين دول؟ هتاكل الرز ده وتسيب الجمبري للضيوف. نغطي الحله بتاعتنا ونقول مع بعض ايه، طلع الرز لما يستوي. خلصنا من الرز، حلو قوي. تعالوا نشتغل في الشوربه. يا بي. معانا سمكه هنا تيجي نغرف فيها الرز ده، يبقى كمان سمك في سمك، سمك لبن تمر هندي. الله، شوية رز لازم تعملوهم على طريقة المغازي، ومن فضلك سمي الرز ده في العيلة طريقة المغازي. اهو، اللهم صل على النبي. نعم يا غالي. لا، رز مصري، رز البسمتي مش هيبقى طعمه حلو فيها. بيقول لي ينفع نعمله رز بسمتي؟ لا، رز مصري. ألف هنا وشفا. شوربة الجمبري نغرفها عشان وقتنا خلص. نعم، والله أنا مفيش حاجة في تحضير معايا، حتى الجمبري قشرته مع حضراتكم. بيقول لي لو دخلت ست البيت أو زوجاتنا الطيبين يخشوا يعملوا الأكل ده في الطايم ده، عادي ممكن تعمله بسهولة بنفس المدرسة. أنا اللي طلع معايا بصل متقطع والجمبري حطه في الحليب، ده التحضير او المزمبلاس بتاعي. يعني انا خدت 45 دقيقه، انت ممكن تاخدي ساعه ونص، اسمح لك بساعتين. شويه رز تدعي لي، الشوربه بتاعتي جاهزه، اللهم صل على النبي. فين طبق الشوربه؟ هاي الله. حلقتنا النهاردة خليها سمك النهاردة، بس لما نقول خليها سمك النهاردة لازم يكون بفكر وإبداع الشيف الموازي. عملنا شوربة جمبري بالكريمة، دلعناها، خدنا قشر الجمبري عملنا منه من الفسيخ شربات، عملنا سمكة مشوية بحليب جوز الهند بطريقة موازية ولكن الطعم هندي بخفة دم مصرية،
وخليها سمك النهاردة، يعني رؤية وفن وإبداع. يوم من الأسبوع، يوم من السنة، يوم من الشهر، سميه زي ما تسميه، لازم يكون عندك يوم كده لطيف وجميل تدلعي الأولاد وتدلعي العيلة وحماتك. رؤية فن إبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس إيرو. We'll be right back.